تتجه أنظار المتتبعين صوب ملعب بيبيجايا الذي سيكون مسرحا لقمة الجولة 25 من عمر الرابطة المحترفة ثانية موبيليس في دربي المدينة بين الشبيبة والمولودية. وشاءت الصدف أن يلتقي الفريقان وهما يتقاسمان صدارة الترتيب مع سعيهما لتحقيق العودة إلى حظيرة الكبار. دربي عاصمة الحمديين قد يجرد الفريقين من الصدارة في حال انتهائه دون فائز، لأن الطرف الثالث في معادلة الصعود جمعية عين مليلة مرشح لحصد النقاط الثلاث عند استضافته جمعية وهران. إلى ذلك سينزل صاحب المركز الرابع أهلي برج بوريريج ضيفا على وداد تلمسان في قمة النقيضين، نقاطها لا تقبل القسمة على اثنين كون الزوار لا يملكون أي خيار سوى التمرد على المنطق والعودة بكامل الزاد، في حين يبقى لزاما على زيانيين تحقيق الفوز كونهم يتواجدون على مشارف منطقة الخطر. كما تتواجد جمعية شلف في رواق جيد لمواصلة مراقبة السباق عن كثب، وهذا عند استقبال مولودية سعيدة رغم الاستفاقة الملحوظة التي سجلتها التشكيلة الصادة منذ قدوم مصطفى السبع، في الوقت الذي ستلعب فيه شبيبة سكيكدا ورقة الحظ الأخير ببتنا لأنها مجبرة على تخطي الكاب بسلام إذا ما أرادت تمديد الأمل بشأن حظوظ الصعود. وفي فرق مؤخرة الترتيب يستضيف شباب عين الفكرون ضيفهم مولودية العلمة في مواجهة تقليدية، يبقى القاسم المشترك في حساباتها السعي للخروج من منطقة الخطر، وبملعب بن حداد يستقبل رائد القبة غالي معسكر وعينه على إنهاء سيناريو السقوط. جولة ستشهد حماسا إضافيا باقتراب نهاية الموسم لأندية تلعب مصيرها بين الصعود والسقوط، فمن سيكون صاحب الحظ الأخير ومن ستبعث به الساحرة المستديرة لجحيم الهواة؟